حكايتنا النهاردة عن فنانة شهيرة تزوجت الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم لمدة 20 سنة، لكن لما ماتت في منزل فنان آخر. وعند وفاة هذا الفنان أوصى إن هو يدفن في قبرها لشدة حبه ليها. بنتكلم النهاردة عن الفنانة القديرة كوثر العسال. لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية. كوثر مصطفى العسال اتولدت يوم 26 نوفمبر عام 1939. ابتدت مشوارها الفني في العشرينات من عمرها، وكانت البداية من فرقة إسماعيل ياسين. بالرغم ان هي ما كانتش بتاخد البطولة المطلقة وكانت بتاخد أدوار صغيرة، لكن كانت أدوارها مميزة وتركت بصمة عند الجمهور. أول أعمالها السينمائية فيلم امرأة في دوامة أمام الفنانة الكبيرة شادية والفنان الكبير عماد حمدي، وتوالت بعدها أعمالها السينمائية. من أهم أعمالها السينمائية الحرام، حافية على جسر الذهب، نحن لا نزرع الشوك. وقدمت في الدراما التلفزيونية عدة مسلسلات أهمها أوراق الورد، القاهرة، والناس، كما جسدت شخصية درية زوجة الوزير في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ويعتبر هذا الدور من أهم أعمالها وأشهر أعمالها لدى الجمهور. وبعدها قررت الاعتزال الفن لتفرغ لحياتها الشخصية. أما عن حياتها الشخصية فكانت حياة هادئة كما كانت حياتها الفنية هادئة، وتزوجت مرتين في حياتها. فالزيجة الأولى من الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، وهي بالنسبة له الزوجة الرابعة، وعاشت معاه لمدة 20 عام. وبعد وفاته تزوجت من ابن خالتها الفنان الكبير محمد وفيق. الفنان محمد وفيق ابن خالة الفنانة كوثر العسال، وكان بيت عيلته قصاد بيت عيلتها، وكان بيحب كوثر العسال جدا بالرغم ان هي اكبر منه في السن، لكن خجله الشديد كان منعه ان هو يصرح ليها بحبه. واضطرت كوثر العسال ان هي تتجوز عبد المنعم ابراهيم، وعاشت معاه لمدة 20 سنة. وفضل محمد وفيق ينتظر حبه القديم. وبعد وفاة الفنان عبد المنعم إبراهيم تقدم محمد وفيق لحبيبته الأولى للزواج منها، وبالفعل تزوجها وعاش معاها قرابة 20 سنة حتى وفاتها المنية بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وتوفت كوثر العسال عام 2013. بعد وفاة كوثر العسال عاش محمد وفيق حالة كبيرة من الحزن والاكتئاب، وعاش ما تبقى من عمره على ذكرى حبيبته كوثر العسال، وتبرع بجميع مجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57-3-57، وتوفى بعدها عام 2015 بعد إجراء عملية قلب مفتوح. وقد أوصى قبل وفاته بتبرعه بشقته بكامل أساسها إلى أحد الشباب المقبلي على الزواج، وأوصى أن يدفن بجوار حبيبته كوثر العسال في نفس القبر. رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة كوثر العسال والفنان محمد وفيق.